السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا المشاركين بقناة طائر الحسون المغربي، كيف حالكم؟ بخير، هانين، ماشي بخير. كيف ما كتعرفوا كل أسبوع كنحاول أن نرصد لكم يعني أثمنة الطيور بسوق القريعة دون عناء تنقل. اللي كنطلب منكم الإخوان هو تساندوا واحد القناة مبتدئة، فكيف ما كتعرفوا أن هذا السيد راه المحتوى ديالو جيد. الإخوان غتلقاو يعني الرابط ديال القناة ديال الأخ اللي غادي تساندوا إن شاء الله وتأبوناو معاه في صندوق الوصف. نوجه واحد الديديكاس للإخوان الجالية المغربية المقيمة بالمهجر، يعني خصوصا الأخ عبد الضيف، كنوجه ليه واحد التحية خاصة من هذه القناة أو من هذا المنبر، وكنتمنى ليه الشفاء العاجل ويعود لبلده بصحة جيدة إن شاء الله. وتحياتي للجميع، يعني بلا ما يتقلق حتى شي واحد، تحية لجميع المغاربة يعني من طنجة للقويرة وديما مغرب، وتحية للإخوان العرب أو الإخوان يعني المواليع اللي هما عندهم ارتباط يعني بهذا الطائر اللي كيجمعنا جميعا. شكرا شكرا لكم، تحياتي. تبارك الله. من احسن الطيور اللي كاينين في السوق اخوان. الطير عنده 3 سنين، كلام تبارك الله وداني. لا فينيسيون هذا كون دخلوا لي المراكشيين باش مقطع تودو ما كاينينش اليوم. مرحبا. دابا ان شاء الله راه غادي يجي ان شاء الله الشاري ديالو، هادشي اللي كاين اخويا، هادشي اللي كاين. طير الاخوان راه عاطينا واش من 100 درهم، اللهم بارك خويا، الله يسخر لك، الله يسخر لك. هادشي نبرات الثمن ديالهم شحال اخويا؟ 120، 120 درهم. هادو الانتاج ديالك اخويا؟ ديال الدار. كل مليح الباطي والميلونج. شكرا خويا، الله يحفظك. السلام عليكم سي عبد العلي. نهار كبير هذا، كيدير بخير هاني؟ سبحان الله العظيم ملي كنشوفوك راه سبحان الله. الله يحفظك اخويا، الله يخطيك، بارك الله فيك. ها كنشوف كنت مجي عندك سبحان الله يعني تلقائيا. مرحبا خويا. اش عندك اخويا؟ اخويا الجبور هذاك اللي معلق فينا، اللهم بارك. وهذاك اللي في هذاك هذا اللي في الحيط شحال الثمن ديالو سي عبد العزيز؟ الثمن ديالو كنقول 1000. كلم تبارك الله ياك. كلم ما باقي ما الشوكر ديالو، والله عريت هذه دابا. اكيد كلام وداني ياك سي عبد العزيز؟ كلام وداني. وهذا؟ حتى هو وداني. كاين شي رشاي مات لتحت ياك؟ انا في واحد الرشماك. هذا الثمن ديالو شحال سي عبد العالي؟ الثمن ديالو اخويا 800. 800 درهم. عطينا سي عبد العالي النمر ديالك اللي بغاك راه نتواصل معاك. 06 14 15 32 32 شحال؟ 28. تحياتي سي عبد العالي، الله يحفظك خويا، الله يخليك. طيب. بارك الله فيك. الله يحفظك، الله يبارك في الناس. واخا ما كيكون 6 ايام لا شويه، الحمد لله شويه عمر السوق ان شاء الله. كنجيو شويه الحباب. اييه اييه. كنت انايا وبحال ولدي السي احمد. وراه القرعه كيف ما كنقولوا دائما راه متنفس السي عبد العالي. متنفس. بنادم يجي ولا باس. اييه اييه السي عبد العالي. لابد انايا وخا نشوف على الحباب وتوفوز. نشربوها بالراد ديال هادشي ياك. لابد من القهوه لابد. ياك الله يحفظك السي عبد العالي. اييه اييه. بارك الله فيك السي عبد العالي، الله يحفظك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك خويا. شكرا. ولاد سباته كاملين. الله يا ودي، ولاد سباته الزين والتباته. الله يحفظك، الله يحفظك السي عبد العالي. واحد الجزائر اللهم بارك. خلوي شحال ضارب اخويا؟ ضارب 6 شهور. 6 شهور. الثمن ديالو شحال اخويا؟ 250. 250. يعني اللي بغاه الاخر ديالو شحال؟ 250. هو 250. عطينا اخويا النمر ديالك. 06 17 67 29 32. شكرا خويا، الله يحفظك المرضي. غنشوفوا الاخوان، واحد الطويرات كره. شحال الثمن ديال هاد القرعه اخويا؟ 150 درهم. ش
شحال دار بين اخويا؟ جوج سيمانات ديال دمناش ياك شوان فرين مزونين ناضين واش دوره شحال اخويا؟ عطينا اخويا النمره ديالك 06 67 11 39 11. شكرا خويا الله يحفظك. السلام عليكم. السلام. كيداير بخير؟ الله يحفظك. هاني شنو جدر ولا قرعه هذا؟ خويا جدير الثمن ديال مليح ويداني. الثمن ديالو شحال اخويا؟ خويا 800 800 درهم. تبارك الله الله طايف فيه زوينه كسوه زوينه حبات فيه زوين يعني ياك ضربات فيه زوين مويدان. والاخوه اللي بغى الطير يتواصل مع القناه الاخر ما كيعطيش النمره ديالو ياك الاخ اللي بغى اخويا شحال القناه ديالك الطائر الحسول المغربي تحياتي اخويا واحد الطير شحال ضرب اخويا الطير 8 شهور 8 ديالو شحال اخويا 250 250 درهم اش من مرقد اخويا؟ بني ملاك بني ملاك وهذاك اخويا اللي لتحت ممكن تجبدو؟ هادو الاخوان راه يضرب بداله راه يولي عاوتاني طير اخر نشوف اخويا اش دار؟ هذا مقزب عطينا اخويا النمرة ديالك راه اللي يقدر يعيطك بنادم ياخذهم بجوج ان شاء الله 06 49 57 86 14 شكرا اخويا تحياتي. تبارك الله اهلا سي منير كي داير بخير هاني امور مزيانه ماشي بخير الحمد لله الله واش ديناك اليوم في القرعه اخويا منير اخويا احنا مع الطيوره واه بنتي شاد واش ديالك اخويا ولا هذا واحد السيد باغي يصاوب واش شري من عنده واقيلا كنتفاهموا على التيامات مرحبا اخويا تبارك الله تبارك الله في كلامه احنا دابا كنتصنطوا وكنشوفوا اخويا شنو هو كاين اي مرحبا كنسمعوا الطوير تبارك الله الله ما بارك طوير زوين تبارك الله ما شاء الله بحال الثقه ديال الخدام عارف سي منير تبارك الله مولوع خاصك تتصنت عاد كتشري هادشي اللي كاين اخويا والله يسخر لك اخويا منير وانا ضروري خاصنا اخويا تنتصنتو الطير لما سمعناش الطير وعرفنا شنو الحبات اللي فيه يمكن شي نورمال حنا غناخذو الطير لما سمعناش الحبات اللي فيه كيدير ما ضروري خصنا نسمعو الطير ونشوفو شنو فيه وكلامو كيدير كتحدد الثمن ديالو واه نعرفو الثمن ديالو الاسمينه ديالو يعني الكلام ديالو هو اللي كيحدد الثمن ديالو هذاك الشيء اللي كاين اخويا خصك تعرف الثمن تتصنت الكلام الكلام هو اللي تيقول لك الثمن هو اللي كيحدد الثمن ضروري ما كانش الكلام زوين ما كتزعمش على الاثمنه ديالو على حساب الطير ما مبقاتش يعني زابيل ديالو هو هو الثمن هو الثمن فوالا كنشكرك اخويا منير الله يسخر لك اخويا الله يحفظك خويا شكرا هادو قرعه قدام هذا راه من الاخر ديال شهر 3 اوكي راه شد الكلام اخويا عادي بدا كيفرقع بدا كيفرقع خويا شو راه لي داك التحشاني سوق القرعه ها هو خويا هذا بدا كيفرقع زادت عليا 100 درهم في الشهر الاول ديال الضو شحال الثمن ديالهم شحال الثمن ديالهم 500 درهم بجوج بجوج المهم اللي بغاك راه يتواصل معاك اخويا عطيني النمره ديالك هي ماشي مشكل خطرة زيرو ستة هي 80 19 20 81 نعاودو صافي اخويا تحياتي خويا شحال اخويا هاد الخير 1000 ريال بياسة
كبار هادو كاملين ياك. شمال زوين. عطينا اخويا النمر ديالك اخويا. 06 99 56 42 55. شكرا اخويا. هانتوما الاخوان واحد السيكان ديال القرع اللي بغى يحفظ وادي بغى يكاموفلي الطيور. شحال الثمن ديال هاد السيكان اخويا؟ 20 درهم. السيكان زوينين تبارك الله ملاح. هادو 25 درهم كبار. هادو جدوره والقرع اخويا. جدوره شحال الثمن ديالها؟ 350 درهم الواحد. هادو ضاربين بداله ياك اخويا. وهاد القفوزه اخويا ب اللعيبات ديالهم شحال؟ شحال الثمن ديالهم؟ 60 درهم الفوندات ديالهم. وهاد الفوندات اخويا اللي بغى يحفظ 60 درهم. تقدر دير لهم دجاجه حيت كاين هاد البلاصه هادي بلاصه الدجاجه. ها هي في الجناب. ستين درهم. عطينا اخويا النمره ديالك. 06 زيد دوبل 0 55 09 08. شكرا خويا. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي حسن ما كيدير هذا الراجل بخير هاني؟ الله يبارك فيك. جدر ولا قرعه اخويا؟ خويا جدر. شحال الثمن ديالو سي حسن؟ 400. شحال ضارب؟ عامين. البداله الثانيه. البداله الثانيه. شكرا اخويا راه معروف عليك ما كتعطيش التليفون ديالك. المهم اللي بغى راه يتواصل مع القناه. اخ الكريم كيدير بخير هاني؟ صحه بخير. جدر ولا قرعه اخويا؟ هذا جدر. شحال الثمن ديالو اخويا؟ 600 درهم. 600 درهم. اوا خويا شحال يكون ضارب اخويا؟ اوا عطاونا 300. عطاوك 300. 3 سنين. 3 سنين اللهم بارك. عطاونا 300. اي عطيني النمر ديالك اخويا اللي بغاك راه يعيط لك. 06 23 98 27 42. شكرا بارك الله فيك. الله يحفظك. الله يسخر اخويا. الله يحفظك. طوير الله مبارك خويا. الثمن ديالو شحال هذا؟ اسمعتو مكلم 1300. 1300. هذا الكلام ديالو ولا في التليفون؟ مراكش. تبارك الله الله مبارك. خويا النمر ديالك اللي بغاك تعيط. صفر ستة ياك الامور مزيانه سي احمد؟ شي بخير الحمد لله. تيور داخلين هاد الشباب الزوينين تبارك الله ونحييك.